السلام عليكم، كيف عاملين؟ تنتمنى كاملين تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. شكرا للبنات اللي خلاو لي رسائل ديال التشجيع. أمينة فين غبرتي، أمينة فين غبرتي، غير خدمة وشوية ديال الأشغال راكم عارفين. اليوم إن شاء الله بزاف منكم أمينتي تيخليو لي رسائل في الـ في الـ في الـ على الواتساب، تقول لي أمينة شي سيروا الكحبالينا، أمينة شي سيروا الكحبال وبليدات، أمينة عافاك شي سيروا. أنا نحاول نكتب لكم ويكون طبيعي، يعني يمكن لنا أننا نمشيو للصيدلية وناخذوه، يعني ما ماشي يعني خاص تيكتبوا لنا الطبيب. أنا اليوم جبتهم لكم كاملين، حطيتهم حدايا نقول لكم الأثمنة ديالهم، ونقول لكم علاش تيصلحوا، ونقول لكم الأثمنة ديال الدراري الصغار، ونقول لكم الأثمنة ديال الناس الكبار. أول حاجة البنات غنهضر لكم على دوسي فوكس. دوسي فوكس فيه الحجم الكبير، وفيه الحجم الكبير هو هذا. اول حاجه تيدير 69 درهم، هذا الحجم الكبير، وفيه الصغير ديالو تيدير 49 درهم. هذا البنات زوين بزاف، زوين بزاف، فيه غير مواد طبيعيه. انا تقريبا هادو اللي حطيت لكم كاملين طبيعيين، يعني يمكن لكم تاخذوه. فيه المستخلصات ديال لي بلونت، فيه فيه الزعتر، وفيه مستخلصات ديال خليه ديال النحل، بروبوليس. البنات كلنا تنعرفوا الفوائد ديالو. هذا البنات زوين بزاف. الكحبه اللي تتكون عندنا عامره تحاول انه يخرج لينا، تنخرجوا تيساعدنا في الالتهاب ديال الحنجره اللي تتكون عندنا في الالتهاب ديال الحنجره. تنبقاو نكحبوا بزاف، تتوي عندنا داك الالتهاب في الحلق ديالنا، راه مهدئ خطير للحلق. وكذلك تيساعد انه تنحسوا بواحد الراحه من تنشربوه، بحال تيسرح لنا الجهاز التنفسي ديالنا، وتنحسوا بواحد الراحه. زوين الكحبه بزاف. تيخرج اكثر واحد تيخرج حاليا هو هذا، هو دوسي فوكس. يمكن الوليدات الصغار ياخذوه من 4 سنين الفوق، وكذلك يمكن الناس الكبار ياخذوه. الناس الكبار ياخذوا معلقه 3 مرات في النهار، والوليدات الصغار معلقه صغيره 2 مرات في النهار. المرأة الحامل ما تاخدوش، الوليدات اللي نوغيسون اللي مازال تيرضعوا ما ياخدوش، والمرأة المرضع كذلك ما تاخدوش. هذا سمحوا لي غنقطع حيت يجوا عندي الناس. كيف قلت لكم المرأة الحامل ما تاخدوش، والمرأة المرضع كذلك ما تاخدوش، والوليدات الصغارين اللي مازال نوغيسون مازالين تيرضعوا ما ياخدوش. من عامين الفوق يمكن لهم يستعملوه. زوين بزاف. اول حاجة راه كيف قلت لكم تيقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا، وتنحسوا بواحد الراحه في الصدر ديالنا، بحال بحال هذاك الصدر تيكون عامر من تخرج، من تيخرج لنا هذاك الشيء اللي عندنا في الصدر ديالنا، وتيصلح لنا القصبات الهوائيه ديالنا، تنحسوا بواحد الراحه. كيف قلت لكم الثمن ديال الكبير 69 درهم، والثمن ديال الصغير 49 درهم. ندوزو عاوتاني ندوزو الابيكسول البنات. ابيكسول كاين هذا ديال الدراري، هذا تاع الناس الكبار، ها هو ادولت، وهذا تاع الوليدات الصغار. هذا البنات تهدئ لنا القصبات الهوائيه، ترطب لنا الحلق ديالنا، ترطبوا لنا، تساعد في التقويه ديال المناعه ديالنا. زوين بزاف. الكحبه هادو كاملين راه طبيعيين، وتقريبا نفس المكونات، نفس المكونات، المستخلصات ديال الاعشاب ديال البروبوليس، يعني شي حاجه اللي زوينه ما نخافوش منها اننا نمشيو للصيدليه وناخذوه، ماشي بحال سيروات وحدين اخرين خاصه يخرجهم لنا الطبيب عاد يمكن لنا ناخذوهم. هذا البنات زوين، تهدئ لنا القصبات الهوائيه، تقوي لنا المناعه ديال الجهاز ديالنا، تساعد في الانسان اللي تيكون عنده هذاك المشكل ديال الكحبه وما تيقدرش يخرج. كاينين الناس تيكحبوا وما تيقدروش يخرجوا، كيف قلت لكم ما تيقدروش يخرجوا. هذا ابيكسول تيساعدنا اننا نخرجوا، تيخوي لنا الصدر ديالنا، ومن بعد تنحسوا واحد الراحه في الصدر ديالنا. بالنسبه هو تيدير الثمن ديالو 79 درهم، هذا ديال الكبار، وكاين ديال الصغار حتى هو الثمن ديالو 79 درهم ونص. انا نقربو لكم باش تشوفوه. بالنسبه للناس الكبار دايرين فيه نكهه ديال التفاح والعسل، وبالنسبه للوليدات الصغار فيهم الفراوله. بزاف منا تيخاف وما تعجبوش هذاك المذاق ديال السيرو، ما تقدرش يبقى ياخذه. هذا زوين، يمكن اي واحد ياخذه، راه النكهه ديال العسل اصلا كنا تنبغيوها.
الطريقة ديال الاستعمال، هذا بالنسبة للناس الكبار، معلقة كبيرة 3 مرات في النهار حتى 4 مرات في النهار. وبالنسبة للوليدات الصغار اللي قل من 4 سنين عندهم معلقة صغيرة 3 حتى 4 مرات في النهار. والوليدات الصغار اللي من 4 سنين حتى 12 عام يمكن لهم ياخذوا معلقة كبيرة 3 مرات في النهار. نعود لكم طريقة الاستعمال. الناس الوليدات الصغار اللي قل من 4 سنين، يعني من قل من 4 سنين، ياخذوا معلقه صغيره 3 مرات في النهار، ومن 4 سنين حتى 12 عام ياخذوا معلقه كبيره 3 مرات في النهار حتى 4 مرات في النهار. وبالنسبه للكبار غياخذوا معلقه كبيره 3 مرات في النهار ورا الماكله. هادو تقريبا البنات اللي تنوريكم راه تقريبا نفس اللف ديالهم، نفس المكونات، فيهم الاكستري ديال الاعشاب، وفيهم البروبوليس، وفيهم بالنسبه للدوسي بوكس. باش تعجبني انا لوغو ديالو زوين، الاغلبيه والتي ياخذ دوسي بوكس. ندوز لكم واحد اخر حتى هو نفسهم. هادو اللي قلت لكم يعني اي واحد فيهم يمكن لكم تاخذوا، غير كاينين اللي يصلحوا الوليدات الصغار واللي يصلحوا الكبار. حتى هذا البنات طبيعي، فيه اللي زايد على الابيكسول وزايد على دوسيفوكس انه فيه لا فيتامين سي، ولا فيتامين سي تيصلح لينا كذلك الا كان فينا الروح. فيه البقوله البنات، وفيه الصمغ النحل، يعني حتى هو طبيعي، يمكن تيساعد لينا في التهدئه ديال المجال التنفسيه ديالنا، وتلطف لينا الحلق ديالنا. فيه الصغار وفيه الكبار. الثمن ديالو بالنسبه للصغار داير 79.5 درهم، بحالو بحال ابيكسول. وبالنسبه للكبار 79.5 درهم، نفس البخي. بالنسبه للوليدات الصغار تنعتذر، وبالنسبه للناس الكبار ياخذوا معلقه 3 مرات في النهار. وبالنسبه للوليدات الصغار ياخذوا معلقه صغيره 3 مرات في النهار. البنات راه فيه حتى الزعتر، فيه حتى الزعتر، كلنا تنعرفوا الزعتر شنو تيليق لينا. تنعتذر قلت لكم راه فيه لا فيتامين سي وفيه الزعتر حتى هو، وكلنا تنعرفوا الزعتر تيقلق لينا الكحبه. زوينه البنات وتسهل لينا حتى الراحه ديال الانف ديالنا. زوينه البنات بالنسبه اللي فيهم كحبه عامره واللي فيهم كحبه خاويه، يعني بجوج، وتهدئ لينا القصبات الهوائيه ديالنا وتقوي لنا المناعه ديالنا. هادو البنات يعني سيروا خذوهم بعينكم مغمضين كيف تنقولوا، يعني ما تحتاجيش انك ضروري خصك طبيب، ولا ضروري خصك واحد الكونسلطاسيون عند الطبيب باش انك تاخذيهم. طبيعيين، يمكن اي واحد يمشي للصيدليه وياخذهم. انا حاولت انني نوريكم السيروات اللي يمكن لكم تمشيو تاخذوهم ككونسي، وانا من الناس اللي ما تنعطيش اي سيرو كونسي، وهادو من السيروات اللي يمكن ليا نعطيهم وليدات صغار، ويمكن ليا نعطيهم حتى للناس الكبار. كاين فيتوغات حتى هو، هذا حتى هو فيتوغات، ما عنديش عندي فيه الكبير، وفيه ديال الناس الكبار كذلك، وفيه ديال الناس الصغار. تلفتكم اليوم، ولكن راه كاملين بحال يمكن لكم تاخذوا اي واحد، كلهم فيهم العسل، كلهم فيهم الزعتر، فيهم لا فيتامين سي، هذا وهذا فيه لا فيتامين سي، فيهم البروبوليس يعني، وفيهم الاكستري ديال دي بلونت لي ناتوريل، يعني يمكن يساعدونا في الكحبه ديالنا، يساعدوا لنا في لاغورج ديالنا، الصدر ديالنا، تنحسوا بواحد الراحه من تناخذوا هذا. هذا البنات حتى هو صالح للراحه التنفسيه ديالنا، المسالك التنفسيه ديالنا، وترطب لنا الحلق ديالنا، و يصلح الوليدات الصغار كذلك. راه فيه ديال الصغار، وهذا ديال الصغار، وفيه ديال الكبار. انا نقربوا لكم باش تشوفوا، هو فيه لا فيتامين سي، وفيه البروبوليس، وفيه ليكستري دي بلونت. هذا كاين، هذا بيدياكيتس، هذا صالح غير الوليدات الصغار اللي تيعانيو من هذاك المشكل ديال الحلق ديالهم، وتيحانيو من المشكل ديال النف ديالهم تيكون مخنوق. عندكم فيتو بامبي داير 79 درهم، وهذا ديال بيدياكيت داير الثمن ديالو داير 98 درهم. هادو صالحين غير الوليدات الصغار اللي تعانيو من هذا المشكل، ديما تيكون الانف ديالهم مخنوق، وخصوصا في هذا الفصل دابا في البرد، راه كاينه هاد الظاهره ديال الوليدات مرادين بزاف، والنف ديالهم ولا غورج ديالهم تتحرقهم، يعني ما عندهمش هذاك المشكل ديال الكحبه، ولكن تتلقى واحد الالتهاب في الحلق
في الحلق ديالهم وتتلقى النف ديالهم مخنوق. هذا زوين للوليدات الصغار، زوين تيهدئ لهم هذيك القصبات الهوائيه وترطب لهم الحنجره ديالهم. يمكن لهم ياخذوا معلقه اقل من ربع سنوات، يمكن لهم ياخذوا معلقه ثلاثه المرات في النهار. وهذا البنات هو راه فيه الزنك، فيه لا فيتامين سي، فيه الكويفر، فيه ليكستري ديال الزعتر، فيه ليكستري دو فلور حتى هو زوين، يعني فيه الجونجومبر حتى هو. هذا زوين بزاف، فيه مواد طبيعيه اكثر من بزاف ديال السيروات، يمكن لكم تاخذوه للوليدات ديالكم. كاين هذا عاوتاني، كاين اونغوكس حتى هو، هذا فيه لوكاليبتين وفيه البروبوليس، تيدير 59 درهم. وكاين بروسبون كلكم تتعرفوه، حتى هو راه بلا سكر وفيه غي ليكستري ديال لي بلونت، غي الاعشاب. تنتمنى نكون وريتكم كل شيء. المهم هادو هما اللي متواجدين عندي في الصيدليه حاليا. ولا بغيتوش تسولوا على شي حاجه ولا هكا، راه الرقم ديالي عندكم، ادخلوا عندي ومرحبا والف مرحبا. وما تبخلوش عليا بلي جام ديالكم وبالبارطاج ديالكم للفيديوهات. واللي بغى يسول على شي حاجه انا سنحاول ندير فيديوهات من الاسئله ديالكم. بزاف دخلوا عندي شي سيرو الكحبه الوليدات ديالنا، انا حاولت نوريكم السيروات اللي انا تنقدر نعطيهم كونساي والناس تياخذوهم، يعني بلا ما تنقول لهم انا، تيكون ديجا خرجهم لهم الطبيب وجا معاهم.